بعد انتظار طويل وصلت المسودة النهائية لقانون نقل الركاب لمجلس الأمة. هذا القانون بيعالج مواضيع لها علاقة بقطاع النقل. رح نركز على ثلاث مواضيع منها بتتعلق بالنقل العام. الموضوع الأول بتعلق بالتمويل. القانون بيأسس صندوق خاص لدعم قطاع نقل الركاب. جزء كبير من دخل الصندوق بيجي من خلال ضريبة قيمتها قرشين على كل لتر بنزين. الهدف من الصندوق هو تحسين الخدمة وتمويل مشاريع مستقبلية وتعديل التعرفة عشان تصير في متناول الجميع. وكمان رح يقدروا المشغلين من خلال هذا الدعم تحريك الباصات بمواعيد محددة بدل تضيع الوقت والواحد بيستنى حتى يتعبى الباص، لأنه الصندوق رح يغطي تكاليف المشغلين إذا مشيوا على جداول محددة سواء كان الباص فاضي أو مليان. الموضوع الثاني بتعلق بالصلاحيات وبتخطيط الشبكة. هيئة تنظيم النقل البري مسؤولة عن وضع الأسس والمعايير لكل المملكة، مثل اللي بتنحسب على أساسها الأجرة. الأمانة بتخطط وبتنظم النقل العام داخل عمان، وسلطة العقبة بتنظمه بالعقبة. في باقي الأردن الهيئة هي المسؤولة، بس القانون الجديد بسمح لها تسلم بعض صلاحياتها للمحافظات والبلديات. الموضوع الثالث بيعالج مشكلة الملكية الفردية، لأنه أكثر من 80% من مركبات النقل العام اليوم بيملكوها أفراد مش شركات، وهذا الموضوع بيعقد أي جهود لإصلاح وتنظيم الخدمة، لأنه من الصعب متابعة عدد كبير من المشغلين، وبعضهم بيشغلوا باصاتهم على كيفهم. يعني عادي واحد ما يشغل خط باصه عشان يومها في عرس بنته أو تخريج ابنه. القانون الجديد بيعطي مهلة 5 سنوات للمشغلين الفرديين إنهم يندمجوا بشركات، ولتشجيعهم بيفتح القانون المجال لتقديم حوافز مالية لهذه الشركات. بس بنفس الوقت رح يسمح القانون للمشغلين الفرديين إنهم يكملوا امتلاك وتشغيل باصاتهم بعد الدمج، واللي ممكن يضعف من عملية الدمج.